بمشاركة المملكة المغربية انطلقت أمس الأربعاء بالعاصمة الأرجنتينية بونوس آيرس فعاليات المؤتمر الثاني رفيع المستوى للأمم المتحدة حول التعاون جنوب جنوب. ويمثل المملكة في هذا المؤتمر الدولي الذي تتواصل أشغاله إلى غاية 22 من مارس الجاري وفد هام يترأسه الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالتعاون الإفريقي محسن الجزولي، ويضم على الخصوص السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقل. في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس دعا إلى تعزيز التعاون جنوب جنوب وثلاثي الأطراف لخدمة النمو الاقتصادي ومكافحة الفقر المدقع. وقال في هذا السياق إن لدينا إمكانية تطوير وتعزيز التعاون جنوب جنوب والنهوض بمنظوماته وآلياته والرفع من مستوى الشفافية والمسؤولية. من جهته شدد الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري في كلمة خلال الجلسة ذاتها على الأهمية البالغة التي يكتسيها التعاون الدولي، قائلا إنه أفضل أداة لتعزيز الروابط بين دول العالم على مختلف المستويات المتعلقة بإرساء التنمية. من ناحيتها أشارت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فرناندا إسبينوسا إلى وجود موجة من التساؤلات حول النظام متعدد الأطراف، واعتبرت أن أفضل طريقة للتحرك على هذا المستوى تشمل توخي أكبر قدر من النجاعة والعمل بشكل جماعي ومؤثر. بعد مرور 4 عقود على المؤتمر الأول رفيع المستوى للأمم المتحدة حول التعاون جنوب جنوب، تلتئم دول العالم مجددا تحت إشراف الأمم المتحدة لتقاسم مختلف التجارب في هذا المجال. والتعاون جنوب جنوب يشكل محورا رئيسيا ضمن رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس حول إفريقيا. مشاركة المملكة في هذا المؤتمر تروم تقاسم مختلف التجارب التي راكمتها في هذا المجال. ويشارك 1500 شخص يمثلون أزيد من 190 دولة عضوا بالأمم المتحدة يشاركون في فعاليات هذا المؤتمر الأهم من نوعه حول التعاون جنوب جنوب، والذي يشكل مناسبة للاتفاق حول مخطط عمل بهذا الخصوص وتفعيل التوافقات التي تم التوصل إليها في إطار أجندة 2030 واتفاق باريس وقمة مجموعة 20 بشأن الأغذية المستدامة وتكوين الموارد البشرية والتغيرات التكنولوجية والتغيرات المناخية ومساواة النوع وتمويل التنمية.